السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا اين وصلت الاشغال بالمقر الجديد للبنك الخارجي الجزائري واللي يقع في باب الزوار. وانا نشوف بانه يعني بالنسبه لاخر فيديو اللي درتو هذه بضعه اشهر، فيعني الاشغال راهي يعني تقدمت بصفه محسوسه. ونشوفوا هنا الشكل الجميل الرائع نتاع البنك، وان شاء الله كل البنايات تكتمل في منطقة الأعمال بباب الزوار لكي يصبح لدينا حي أو مدينة إدارية نقدر يعني تمثل الواجهة نتاع مدينة الجزائر. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.